السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن بشرح البايوكيمستري. أول شيء هذه محطة تتكلم عن الستركتشر والبرودكشن أوف سكس هرمونز. طيب السكس هرمونز إيش يعني أصلاً؟ سكس هرمونز هي الكيميكال سبستنس بروديوست باي أ سكس جلاند أور أذر جلاند. إيش هي السكس جلاند؟ الأوفري والتستس. طب أذر أورجان يعني ممكن يعني تتصنع بأماكن ثانية، بس هي ليش تسمى سكس هرمونز؟ تسمى سكس هرمونز لانه هي عندها افكت اون ذا سيكشوال فيتشرز، يعني هي تغير بصفات الجنسيه، مثلا تطلع شعر معين او يعني اشياء لها علاقه بال يعني السكس. طيب لايك ماني اذر كايندز اوف هرمونز، يعني كثير هرمونات نقدر نصنعها في اللاب، كمان السكس هرمونز نقدر نسويها في اللاب نصنعها. يعني في شيء اسمه جونادل سكس هرمونز، ايش فرقها عن اللي فوق؟ بس انه هذه هي الهرمونز اللي تتصنع من الجونادز. ايش هي الجونادز؟ اللي هي الاوفري والتستس. طيب عندها اسماء ثانيه اللي هي سكس ستيرويدز، جونادو كورتيكويدز، اند جونادل ستيرويدز. طيب السكس هرمونز بشكل عام في كثير هرمونات تكون ستيرويدز. طيب يعني الهرمونات عموما يا اما تكون ستيرويدز او نان ستيرويدال هرمونز. السكس هرمونز هي تعتبر من الستيرويدال هرمونز. طيب فبالتالي عندها مثلا اسمه سكس ستيرويدز او جونادال ستيرويدز. طيب لان هي اصلا ستيرويدات، يعني هي ايش شو اسمه تذوب في الدهون. طيب سيكريتد فروم جونادز اللي هي التستس والاوفري انكلود دي اندروجينز، يعني هي عندها ثلاث عوائل. طيب اندروجينز واستروجينز وبروجستينز. طيب الاندروجينز عموما هي الميل سكس هرمونز. طيب يعني هي الهرمون اللي موجوده غالبا يعني بكثره في الميل. طيب عندها اكثر من شكل، يعني الاندروجينز ممكن انت تفكروا انه بس تستوستيرون، بس لا الاندروجينز عندها اكثر من شكل، عندها مثلا تستوستيرون او اندروستينيديون او دي اتش اي اي اس او الدي اتش اي اي، هذه كلها حناخذها، بس انتوا اعرفوا انه هذه الاشياء يعني اسمها اندروجينز، خاصه الاندروستينيديون والدي اتش اي اي. طيب لانه هذه الاشياء كلها حتجينا بعد شوي وبالسينثيسيس عشان يعني بس تعرفوا انه ايش هي الهرمونز اصلا. طيب الاستروجينز عندها ثلاثه اشكال. طيب عندها الاسترون والاستراديول والاستريول. طيب هذه ثلاثة أشكال حقت الاستروجينز. طيب بعدين عندنا آخر شيء البروجستينز، أهم واحد فيهم هو البروجسترون، بس فيه له أشكال ثانية، بس يعني حاليا في هذه المحاضرة اللي يهمنا هو البروجسترون. طيب اللي هو المشهور. طب هذه الأشياء كلها هي إيش؟ هي أشياء أو هرمونات تؤثر على السكس فيتشرز. طيب طيب الريليز أوف سكس هرمونز، كيف يتم تحفيز إفراز هذه الهرمونات؟ طيب أول شيء الهايبوثالامس، طيب اللي هي منطقة في الدماغ ايش تسوي؟ تفرز هرمون اسمه جونادوتروبين ريليزينج هرمون. جونادوتروبين هذه هرمونات تفرز من الغدة النخامية اللي هي البيتوتري جلاند. هذه الهرمونات اللي اسمها جونادوتروبين هي ال LH وال FSH. طيب فهو هذا الهايبوثالامس ما تفرز الجونادوتروبين، هي تفرز جونادوتروبين ريليزينج هرمون، يعني الهرمون اللي يحفز افراز هذه ال LH وال FSH. طيب بعد ما يروح هذا الجونادوتروبين ريليزينج هرمون، هو اصلا يعني يحفز افراز الهرمونات هذه من البيتوتري جلاند، فهو حيروح يشتغل وين؟ حيروح يشتغل على البيتوتري جلاند، لانه هو اصلا حيحفز الافراز منها. طيب الحين راح هذا البيتوتري جلاند من الانتيرير بيتوتري جلاند، ايش حيصير؟ حيتم افراز ال LH وال FSH زي ما اخذنا مع الدكتور صلاح في البيسك هيومن اناتومي. طيب اللي هي ايش اصلا؟ هي اللي هي الجونادوتروبينز. طيب تفرز من وين؟ تفرز من البيتوتري جلاند، يعني كنتيجه من افراز الجونادوتروبين ريليزنج هرمون. طيب ال LH وال FSH هذه ايش تسوي؟ تروح لين الاوفري والتستس، طيب وتخليهم يفرزوا السكس هرمونز. طيب اللي هي مثلا الاستروجين والتستوستيرون. طيب الحين الجونادوتروبين ريليزنج هرمون ايش الستركتشر؟ هو من ايش مصنوع؟ من
نتذكر انه الجونادوتروبين ريليزنج هرمون هو من الهايبوثالاموس ويحفز افراز ال اتش وال اف اس اتش. طيب هو ديكا بيبتايد، ايش يعني ديكا بيبتايد؟ ديكا يعني 10 وبيبتايد يعني يعني مكون من عده امينو اسيدز. طيب الهرمون ذات يعني كومبوزد اوف 10 امينو اسيدز. طيب ديكا 10 وزي ما قلنا هذا يعني عنده 10 امينو اسيدز. The structure of gonadotropin releasing hormone is very important for its function. يعني كونه أصلاً ديكابيبتايد وزي كده هو يخلي يعني يقدر يسوي الفانكشن حقته اللي هي أنه يحفز البيتيتري جلاند على أنها تفرز الهرمونات الجونادوتروبينز. طيب the peptide backbone كونه مصنوع من البيبتايد يساعده بالارتباط بالريسبتورز. وهذه البيبتايد أصلاً هي عدة أمينو أسيد صح؟ شايفين هذه الامينو اسيدز الموجوده بهذه البيبتايد يعني الستركتشر، هذه الامينو اسيد كذا انواعها والستركتشر حقتها كمان تساعده على انه يرتبط بالريسبتورز بطريقه يعني كويسه او يعني بطريقه يعني احسن من غيره. طيب الجونادوتروبينز اللي هي ايش؟ هي ال LH وال FSH. طيب released from anterior pituitary stimulate release of sex هرمونز، يعني هاي هذه تروح لما تروح للتستس والأوفري وتسوي ريليزنج للسكس هرمونز. جونادوتروبينز ار هيتيرو دايميريك، ايش يعني هيتيرو دايميريك؟ هيتيرو يعني انه شيء مختلف عن الثاني، داي يعني انه في شغل شيئين، ميريك يعني نقدر نقول انها سب يونت. طيب يعني هذا الشيء يقول لنا ان هي مصنوعه من تو سب يونتس، هم التو سب يونتس هذه مختلفتين عن بعض. طيب هما بروتينز that consist of two peptide chains. طيب the pituitary gonadotropins are under the control of gonadotropin releasing hormone. يعني هو لما يعني يفرز لما يجي الجونادوتروبين ريليزنج هرمون. والجونادوتروبين هرمونز مين هم؟ هم زي ما قلنا الاف اس اتش والال اتش، نضيف عليهم كمان الهيومن كوريونيك جونادوتروبين، هذا يفرز وقت البريجننسي اخذناه مع دكتوره هيلين تتذكروا، والتي اس اتش، بس هذه الدكتورة قالت انها ما هي مهمة حاليا يعني. طيب الحين الجونادوتروبينز قلنا انها هي عندها تو سب يونتس، هذه السب يونتس هي ايش؟ هي الفا وبيتا. طيب الفا وبيتا هذه ايش؟ مختلفة عن بعض، قلنا انه هي different from each other. الالفا عندها شكل واحد فيهم كلهم، يعني بالاف اس اتش والال اتش وال اتش سي جي والتي اس اتش كلهم عندهم نفس الالفا سب يونت. يختلفوا بايش؟ يختلفوا في البيتا سب يونت. طيب طب بس هنا كمان نجي نقول اتش سب يونت انكودد باي ديفرنت جين، يعني الالفا تنصنع من جين معين والبيتا تنصنع من جين معين، يعني هم مختلفين عن بعض. طيب الالفا ايدنتيكال زي ما قلنا والبيتا يونيك وبروفايد البيولوجيكال سبيسيفيتي، يعني احنا يعني ال اتش يرتبط بريسبتور مختلف عن تي اس اتش، تي اس اتش لانه مثلا هو عنده بيتا مختلفه عن يعني عرفتوا كل البيتا هي اللي تعطيهم يعني طريقه ارتباطهم بريسبتورات مختلفه. طيب الهايبوثالاموس بيتوتري جونادال اكسس، طيب الحين يعني عشان الخطوات كذا حقت الافراز وانه كيف يتاثروا. اوكي اول شيء السكس هرمون سينثيسيس از كنترول باي ذا بلساتايل ريليز اوف الجونادوتروبين ريليزنج هرمون، يعني من الهايبوثالاموس، يعني الهايبوثالاموس لما تيجي تفرز الجونادوتروبين ريليزنج هرمون هي ما تفرزه كله مره واحده، لا هي تفرز شوي بعدين توقف، بعدين تفرز شوي بعدين توقف، تفرز شوي بعدين توقف. هذا الشيء هو اللي يعني هذه الطريقة من الإفراز هي الشيء اللي يتناسب مع الأنتيريور بيتوتري عشان تقدر تفرز ال LH وال FSH. طيب بعد ما تفرز البيتوتري ال LH وال FSH، ال LH حيروح للتارجت سيلز اللي هي بالميل، حتكون الليدك سيل اللي هي ايش؟ هي اللي تفرز التستوستيرون. والثيكا سيلز اللي موجودة بالفيميلز اللي هي وين موجودة؟ بالكوربس ليوتيوم. طيب and increases the expression of steroidogenic acute regulatory protein، هذا اسمه او اختصاره ستار. طيب هذا البروتين ايش يسوي اصلا؟ هذا البروتين يعني اول شيء خلينا نقول انه ال LH حيزيده اصلا في الخليه، يعني يزود
نسبته الموجودة يعني في الخلية، يخليه يعني يتصنع أكثر. طب لما يتصنع هو إيش أصلا يسوي؟ يأخذ الكوليسترول للمكان اللي فيه الإنزيم اللي يقدر يحول الكوليسترول. طيب وين هذا المكان؟ الإنر ميتوكوندريال ممبرين. طيب الإنر ميتوكوندريال ممبرين هذا فيه الإنزيمات الكافية عشان الكوليسترول يقدر يتحول. فهذا الستار يقدر يأخذ الكوليسترول ويدخله جوا الإنر ميتوكوندريال ممبرين عشان يبدأ خطوة الستيرويدوجينيسيس. طيب نسيت أقول لكم فكرة أنه كل الهرمونات الستيرويدية أو يعني الستيرويدز هرمون بشكل عام كلها هي أصلاً مكونة من الكوليسترول، يعني الكوليسترول هو اللي يسوي كل الستيرويدات. طيب فبالتالي لما إحنا نبغى نسوي ستيرويد هرمون لازم يكون عندنا كوليسترول. فعشان نقدر يعني عرفتوا عشان نقدر نسوي لخطوة الستيرويدوجينيسيس لازم الكوليسترول يروح للإنر ميتوكوندريال ممبرين. This is the rate limiting step. إيش يعني rate limiting step أصلاً؟ يعني هي most time consuming step، يعني هي أكثر خطوة تأخذ وقت بعملية الستيرويدوجينيسيس، تصنيع الستيرويدات في كل التشيوز. يعني الهرمونات الستيرويدية أصلاً يعني ما هي بس الاندروجينز والهذا، في كثير هرمونات ثانية استيرودية. طيب at the inner mitochondrial membrane cholesterol is converted to pregnenolone by the action of B450. طيب الحين حنتكلم، بس اول شيء خلينا نقول انه هذا اصلا انزيم. طيب هذا الانزيم اللي هو B450، B450 هي عائلة انزيمات، يعني في كثير انزيمات هي نوعها مثلا يقول انه هي B450 بس انه هي كل واحدة منها مثلا تسوي شيء مختلف. طيب يعني انتوا بس اعرفوا انه هي عائلة كبيرة من الانزيمات، لانه بعد شوي حيجينا يعني انزيم باسم ثاني مو SCC. طيب الحين حنتكلم عن هذه الخطوة بالسلايدات الجاية. طيب وين تتكون السكس استيرويد هرمون؟ تتكون في الجونادز والادرينال جلاندز. طيب وين في الادرينال جلاند؟ تحديدا في الكورتكس اوف الادرينال جلاند. الادرينال جلاند عندها كورتكس وعندها ميديولا. الكورتكس هي اللي تسوي لنا السكس ستيرويد. طيب وممكن تتكون باذر تيشوز مثل الليفر او الفات تيشو. طيب الحين كمان نتكلم عن انه الاوفاريان فوليكولر سيل نقدر نكون الاستروجين والاندروجين والبروجسترون. الاستروجين عنده 18 كربونة، الاندروجين عنده 19 والبروجسترون عنده 21. طب في التستس ايش هي الهرمونات اللي تتكون في التستس؟ تتكون C19 اندروجين، يعني في عنده 16 كربونة للاندروجين اللي هو الميل سكس هرمون، زي ما قلنا هو التستوستيرون وال اندروستيريديون والدي اتش اي اي. المهم وعندنا السمول اماونت اوف استروجين، يعني كميه بسيطه من الاستروجين، لانه الاستروجين غالبا يكون يعني كميات اعلى في الفيميل من الميل، بس انه هو موجود. طيب الزونا ريتيكولاريس اوف ادرينال كورتكس. طيب الحين عندنا هذه مثلا الادرينال جلاند، خلينا نحطها هنا احسن. طيب هذه الادرينال جلاند عندها كورتكس وميديولا زي ما قلنا. الكورتكس عندها 3 طبقات، بدون ما نتعمق فيها في طبقة اسمها الزانا ريتيكولاريس، وهذه الطبقة هي اللي تسوي السكس هرمونز. طيب بروديوس ويك اندروجين، يعني تسوي اندروجينات ضعيفة. بعدين هذه الاندروجينات الضعيفة تروح مثلا للتستس او لمكان ثاني زي الليفر وتتحول ل يعني مثلا سكس هرمونز اقوى. طيب يعني هي مثلا تتكون بالبداية كاندروجين ضعيف، بعدين تروح لمكان ثاني وتصير قوية، يعني تروح عبر الدم. طيب الحين عشان نشوف خطوات السينثيسيز، هذه ممكن اكثر شيء كذا كريه بالمحاضرة، بس انه يعني اذا فهمتوه حيكون سهل ان شاء الله. خلينا نمسك السينثيسيس بشكل عام. اول شيء يعني حيصير ايش؟ حيصير مثلا زيادة في الستار، وبالتالي حيروح الكوليسترول للانر ميتوكوندريال ميمبرين. وقتها ايش حيقابل؟
الكوليسترول عنده 27 كربون، طيب 27 كربونة، طيب حيقابل البي 450 انزيم. هذا البي 450 انزيم اي واحد منهم هو الكوليسترول سايد تشين كليفج انزيم اللي هو اس سي سي، حيقابله يقوم هذا الانزيم حيسوي شغله على الكوليسترول. ايش حيحول الكوليسترول؟ حيسويه برجنينولون. طيب هذا البرجنينولون عنده 21 كربونة، يعني هو الكوليسترول ناقص 6 كربونات. بما انه احنا نقصنا يعني 6 كربونات، هو الكوليسترول عنده سايد تشين، فهذا الانزيم من اسمه ايش سوى؟ سوى سايد تشين كليفش، يعني قسم السايد تشين وطردها برا، فبالتالي هذه السايد تشين ما عاد موجودة، صار عدد كربونات الكوليسترول اقل. طيب عشان كذا هذا نفس الانزيم نقدر نسميه لاييز. طيب وله اسم ثاني اللي هو الديزموليز 20-22، لانه هذه هي الكربونات اللي اثر عليها. احنا نحاول يعني الان انه نركز على اي كربونات اشتغل بس عشان نفهم، بس ما اتوقع يعني انه تجي. This step is under the control of adrenotropic adrenocorticotropic hormone. يعني احنا مو قلنا انه في عندنا ال LH وال FSH، طيب هذه وين؟ هذه تروح تأثر وين؟ بالأوفري والتستس. بس السكس هرمونز كمان يعني تتسوى بأماكن ثانية زي الأدرينال جلانس. إيش هو الشيء اللي يحفز صنعها بالأدرينال جلانس؟ مو ال LH ولا ال FSH، اللي يحفز صنعها هو الأدرينوكورتيكوتروبيك هرمون. طيب هذا كمان أخذناه مع دكتور صلاح في البيسك هيومن أناتومي. طيب هذا يأثر على الأدرينالز ويخليها تسوي كمان زيادة بالستار، بعدين يروح الكوليسترول نفس الكلام. طيب اليوتينايزينج هرمون هو اللي يخلي هذه الخطوة تصير في الجونادز، يعني اليوتينايزينج ال LH لوحده بدون ال FSH. طيب نشوفها الحين كذا على المكان هنا، البيتيتري أفرزت ال LH، أو مثلا أفرزت ال الأدرينوكورتيكوتروبيك هرمون، وبالتالي حيتحول الكوليسترول عن طريق ال B450 سايد تشين كليفج أو لياز أو ديزموليز كلهم نفس الشيء لبرجنينولون. طيب خلاص هذه هي أول خطوة من تكوين الستيرويدات. طيب الحين الستيب الثانية في صنع الستيرويدات، البرجنينولون هذا ممكن يسوي يعني يختار خيارين، يعني عنده طريقتين عشان يعني يروحها، عرفتوا؟ عنده يا أما أنه يصير يعني أنه يصير بروجسترون، أو أنه يصير 17 ألفا هيدروكسي برجنينولون. طيب شوفوا الحين ممكن تلاقوها صعبة، بس بعد شوي حأقول لكم الزبدة، يعني عرفتوا اللي برجنينولون هذا يا أما يصير بروجسترون. كيف يصير بروجسترون؟ يصير فيه عنده ريموفل أوف الهيدروجين، طيب باي أي إنزيم اللي 3 بيتا HSD. نسيانا صراحة الاختصار، بس ان هو دي هيدروجينيز، يعني دي هيدروجينيز يعني يشيل هيدروجين من المركب. طيب فهنا ايش سوينا احنا؟ وثري هذه تدل على ايش؟ تدل على انه هي اشتغلنا على الكربون رقم 3. طيب هذا البرجنينولون شلنا من الكربون رقم 3 هيدروجينايا، قام صار بروجسترون، تمام. طيب هذا البرجنينولون ممكن يختار الطريقة الثانية اللي هو يعني يتحول ل 17 هيدروكسي برجنينولون. لاحظت انه مو نفس الاسم، بس زودنا عليه كم شيء ثاني. الاشياء اللي زدناها عليه هي الهيدروكسي وال 17، صح؟ الهيدروكسي هذه ايش؟ هذه او اتش. 17 ايش؟ الكربون رقم 17، فاحنا هنا زودنا او اتش على الكربون رقم 17. طيب يعني احنا اخذنا البرجنينولون ضفنا عليه بالكربون رقم 17 هاي الاو اتش، بعدين صار عندنا 17 الفا هيدروكسي برجنينولون. طيب الخطوة الثالثة من تكوين السكس هرمونز. طيب الحين احنا عندنا نسيت اقول لكم انه هنا ملاحظة مرة مهمة، اسفة عشان نسيت، بس انه هو البروجسترون هنا خاص تكون، عرفتوا؟ يعني هنا احنا اذا كنا نبغى يعني هدف تكوين الهرمون مثلا
انه احنا نكون بروجسترون هنا خاص توقف الخطوات بس تكون هذه الخطوات، يعني الكوليسترول يتحول لبروجسترون، البروجسترون يتحول لبروجسترون، خلص وقفنا. طيب واذا احنا كنا نحتاج مثلا شيء ثاني اللي هو ايش، اللي هو التستوستيرون مثلا او الاستراديول او الاسترون او الاستريول، لازم نسوي كم خطوة ثانية عشان نقدر نجيبهم. طيب هنا الستيبس اوف سينثيسيس الخطوة الثالثة، او يعني هي مو مرة تعتبر خطوة ثالثة يعني، بس انه ايش هنا عشان نقدر نسوي التستوستيرون والاستراديول والاسترون والاستريول، لازم اول شيء نوصل لهذا المركب اللي هو الاندروستينيديون، اللي هو ايش اصلا، هو اندروجين. طيب هو اندروجين، لازم اول شيء نوصل له، بعدين من هذا الاندروجين حنشتق التستوستيرون، ومن هذا التستوستيرون حنشتق الاستراديول، ومن هذا الاستراديول حنشتق الاسترون، وهكذا. بس يعني عموما لازم اول شيء نوصل للاندروستينيديون. كيف نوصل له؟ يعني هو نفس البريجنينولون بس سوينا عليه ثلاث تعديلات. طيب اول شيء اللي يعني البريجنينولون هذا حذفنا منه هيدروجينايا من الكربون رقم ثلاثة. طيب شوفوا هذه الخطوة، ازلنا هيدروجين من الكربون رقم ثلاثة. طيب بعدها عندنا انه نضيف OH على الكربون رقم 17. شوفوا هنا ايش سوينا، اضفنا OH على الكربون رقم 17. الخطوة الثالثة انه نسوي له انقسام. طيب يعني الحين يعني احنا شوفوا هنا مشينا بهذه الخطوات اكثر. اول شيء بريجنينولون، ازلنا هيدروجين من الكربون رقم ثلاثة، قام صار بروجسترون، اضفنا هيدروكسي على الكربون رقم 17، قام سوى لنا 17 الفا هيدروكسي بروجسترون، يعني هو نفس البروجسترون بس مضيف عليه هيدروكسي اللي هو الاو اتش على الكربون رقم 17. بعدين ايش سوينا، سوينا له يعني اضفنا عليه انزيم لياز، يعني قسمناه عند ال 17 وال 20، قام سوى لنا اندروستينيديون. طيب يعني هو نفس البريجنينولون بس سوينا عليه ثلاث تعديلات. طيب انا الحين مثلا قلت انا ما ابغى احذف اول شيء الهيدروجين، انا ابغى اضيف عليه بالبدايه او اتش. طيب اضفت عليه او اتش في البدايه، قلت خلاص. طيب هنا اضفنا عليه او اتش عند الكربون رقم 17، قام سوى لنا 17 الفا هيدروكسي بريجنينولون. طيب بعدين قلت انا ابغى الحين اسوي له ريموفال اوف هيدروجين من الكربون ثلاثة، قام سوى لنا 17 ألفا هيدروكسي بروجسترون. يعني هنا أنت تجاهل الهيدروكسي، شوفوا اللي برجنينيلون إذا شلنا منه أصلا هيدروجيناي رقم ثلاثة حيسوي لنا بروجسترون. حتفرق معانا لو بالكربون رقم 17 اللي هي أصلا مرة بعيدة عن الكربون رقم ثلاثة أضفنا عليها هيدروكسي؟ لا ما حيفرق معانا. فعشان كذا لو سوينا 17 هيدروكسي برجنينيلون زلنا منه هيدروجيناي من الكربون رقم ثلاثة، حيسوي لنا 17 هيدروكسي بروجسترون، نفس الشيء بس هنا زودنا هيدروكسي. طيب بعدين قلت اوكي خلاص الحين اقدر اسوي لياز، وقسمته وسوالي اندروستينيديون. طيب لسه في كمان طريقة ثالثة، اني انا بالبداية كمان اسوي اضافة لي او اتش على الكربون رقم 17، بعدين يصير 17 الفا هيدروكسي برجنينولون. بعدين اقول الحين انا ابغى اسوي اللياز قبل ما احذف الهيدروجين، اقوم يقوم يصير لي ايش، يصير لي دي اتش اي اي اللي هو الدي هيدرو ايبي اندروسترون. طيب وهذا ايش، احب اذكركم انه هذا اندروجين. طيب وبعدين من هذا الاندروجين اسوي ريموفل للاتش، يقوم ايش يصير لي اندروستينيديون. يعني خلاص اتمنى تكونوا فهمتوا يعني، بس اقرأوا هذه واتوقع ان شاء الله تفهموا. المهم الاندروجين فورميشن ان ذا ادرينالز از ليميتد تو دي يعني الدي اتش اي اي والاندروستينيديون، يعني الادرينالز ما تقدر تسوي تستوستيرون ولا تقدر تسوي استراديول ولا تقدر تسوي استرون ولا استريول، بس تقدر توصل لين الاندروستينيديون والدي اتش اي اي، وهذه هي الويك اندروجينز. احنا مو قلنا في البداية انه الادرينالز تسوي ويك اندروجينز بعدين تفرزها، ممكن هذه الويك اندروجينز تصير يعني بوتنت اندروجينز مثلا بالجونات،
يعني مثلا هنا ممكن تروح للتستس الاندوستينيديون، طيب بعدين يتحول لتستوستيرون في التستس، بس مثلا في نفس الادرينالز لا. طيب ستيبس اوف الرابعه، يعني بالتستس، يعني ايش يفرق التستس عن الادرينالز جلاند؟ يعني انه بالتستس في عندنا انزيم، هذا الانزيم هو 17 بيتا هيدروكسي ستيرويد دي هيدروجينيز، يعني هذا الانزيم من اسمه 17 هيدروكسي ستيرويد، يعني هو يشتغل على الستيرويدز. طيب دي هيدروجينيز يعني يشيل لنا هيدروجين، طيب فهو يعني 17 على الكربون 17 يشيل هيدروجين من الكربون 17. طيب وبالليدكسل ايش حيصير؟ حيصير يعني حقة التستس، الليدكسل حقة التستس under the control of the LH حيصير فيه نقدر نسوي تستوستيرون. ليش؟ انه عندنا هذا الانزيم. بالادرينالز ما عندنا هذا الانزيم اللي هو البرينسيبال ميل هرمون، يعني هو اكثر هرمون موجود عند الميل. طيب شفتوا هنا الاندروستينيديون سوينا عليه، يعني اضفنا عليه هذا الانزيم قام صار تستوستيرون. هذا الانزيم سوى لنا ازالة للهيدروجين من الكربون رقم 17. طيب ستيبس اوف هذا الرقم 5 عشان نكون الاستروجين، يعني احنا خلاص احنا كوننا التستوستيرون. نفس هذا التستوستيرون هو اللي حيكون لنا الاستروجينز اللي هي الثلاثه، الاستراديول والاسترون والاستريول. طيب الاستروجين فورميشن ريكوايرز انذر بي 450 انزيم. ايش هو اول واحد ذكرناه؟ اللي ذكرناه اول هو هذا، صح؟ ان الكوليسترول تحول لبريجنينولون عن طريق ال B450 سايد تشين كليفج. الحين في واحد ثاني غيره، هو من نفس العائلة اللي هي ال B450 بس انه واحد ثاني. طيب هذا التستوستيرون جاء عليه هذا الانزيم قام تحول لإستراديول. طيب الحين في يعني هذا الانزيم يقدر يشتغل على استنوا، اول شيء خلينا نقول انه الانزيم هذا اسمه أروماتيز انزيم. طيب أروماتيز كومبلكس يعني B450 أروم، يعني زي ما هذا كان SCC هذا أروم. طيب the substrate is either، يعني هو يشتغل على two substrates. طيب يعني يا أما يمسك الأندروستينيديون طيب ويشتغل عليه، أو يأخذ التستوستيرون ويشتغل عليه. إذا اشتغل على الأندروستينيديون يعطينا استرون، طيب إذا اشتغل على التستوستيرون يعطينا استراديول. طيب يعني هو نفس الانزيم يشتغل ممكن على اي واحد منهم. طيب الان الخطوة السادسة من السينثيسيس. الحين هنا يقول انه الاسترون والاستراديول are interconvertible through a reversible reaction، يعني الاستراديول يقدر يتحول لاسترون والاسترون يقدر يتحول لاستراديول، يعني في تفاعل عكسي بينهم يقدروا يتحولوا لبعض. هذا التفاعل العكسي involve الانزيم هذا اللي هو 17 بيتا هيدروكسي ستيرويد دي هيدروجينيز، نفس الانزيم اللي وين استخدمناه؟ استخدمناه بالاندروستينيديون تستوستيرون كونفرجن. يعني هنا لما كنا نبغى نحول بين الاندروستينيديون نبغى نحوله لتستوستيرون استخدمنا هذا الانزيم، ونفس الشيء عشان نحول من الاستراديول لاسترون نستخدم نفس هذا الانزيم. طيب طيب الحين هنا يقول انه الاروماتيز اكتيفيتي، هذا الاروماتيز ايش كان؟ كان الانزيم اللي يحول الاندروجينز لاستروجينز. طيب هذا الاكتيفيتي حقته وين موجوده؟ يعني وين اللي يصير هذا التحول حق من الاندروجين لاستروجين؟ بالاوفري والبلاسينتا. طيب بالاوفري هذا الاروماتيز اكتيفيتي اند استروجين فورميشن، وين يصير الاستروجين؟ يعني وين يتكون الاستروجين؟ بالجرانيولوزا سيل. طيب ايش هو الشيء اللي يحفز صنع الاستروجين بالجرانيولوزا سيل؟ الاف اس اتش. طيب اما الاندروجين وين يتكون؟ يتكون بالثيكسل. طيب وايش هو الانزيم الهرمون اللي يحفز هذا الشيء؟ ال اتش. طيب يعني هنا تحت تحفيز ال اتش بالثيكسلز ايش حيصير؟ حيصير اول الخطوات. يعني ايش؟ يعني حيتحول هنا يعني لانه هنا ما في اروماتيز حيتحول هنا بس لين التستوستيرون، بعدها يوقف لانه ما في اروماتيز. هذا وين حيصير؟ بالثيكسل وخلص. هذه الثيكسل
تفرز مثلا التستوستيرون ولا تفرز الاندروستينيديون ولا تفرز الدي اتش اي اي. طيب يعني هذه خليه حقت الثيكه تفرز الاندروجينز. طيب بالجرانيولوزا تحت تحفيز الاف اس اتش، طيب ايش حيصير؟ يعني بعد ما يتكون يعني التستوستيرون او الاندروستينيديون بالثيكسل، يعني شوفوا هنا مو تكون الاندروجين بالثيكسل، هذه الاندروجينز حتروح للجرانيولوزا سيل. طيب وبعدها حيتحولوا الاستروجينز، ليش؟ لانه هنا عندها الجرانيولوزا اروماتيز. طيب يعني هذه الخليه حق الجرانيولوزا تفرز استروجينز. شوفوا هنا، هنا الهايبوثالاموس افرزت الجونادوتروبيك ريليزنج هرمون، راحت للانتيريور بيتوتري، الانتيريور بيتوتري افرزت ال اتش. ال اتش قلنا يشتغل على اي خليه؟ ثيكسل. ثيكسل قلنا تفرز ايش؟ تفرز اندروجين. طيب لو الانتيريور بيتوتري افرزت اف اس اتش، ايش حيصير؟ حيشتغل على الجرانيولوزا سيل، الاندروجين حيجيها من وين؟ حيجيها من الثيكسل. طيب حيجي الاندروجين من الثيكسل وحيروح للجرانيولوزا سيل تحت تاثير الاف اس اتش ويصير استروجين. طيب هنا في هذه الصوره كمان شوفوا هنا الثيكسل كونت التستوستيرون والاندروستينيديون، يجوا هنا عند الجرانيولوزا سيل يعني يكون في اروماتيز انزيم يقوموا يتحولوا لاستروجين. هنا انا في ربط بسيط سويته، يعني هو مو مره واو بس انه يعني الجرانيولوزا فيها اس والاف اس اتش في اس، فالاف اس اتش يشتغل على الجرانيولوزا. طيب هنا steps of synthesis هي نفسها يعني، بس يعني ما حاكررها مره ثانيه لان المقطع صار مره طويل، بس انه هي تقريبا نفسها. طيب ستيرويد هرمون ان ذا بلاد، يعني كيف تفرز الهرمونات هذه في البلاد؟ يفكروا ان هو اول ما تتكون هذه الهرمونات، يعني اول ما الاوفري يسوي مثلا استروجين فورا ينفرز للبلاد فورا، يعني هم ما يحتاجوا طاقة عشان يخرجوا برا للبلاد، ولا يعني يعني يكون عندهم ريليز ميكانيزم، هم فورا اول ما يتكونوا يخرجوا. طيب فبالتالي السكريشن ريت يعتمد على ايش؟ يعتمد على كمية السينثيسز اللي تكونت من نفس الاوفري او التستس او اي مكان والبلاد فلوريت. يعني مثلا هنا لو الاوفري مثلا سوى 10 كلها حتنفرز، فهي يعني حسب قديش كون الاوفري هرمونات، والبلاد فلوريت يعني قد ايش جاي مثلا للاوفري او التستس بلاد، لانه هو اصلا ايش يعني الهرمونات هذه حتنفرز وين؟ في البلاد، فكمية البلاد اللي جاية للجونات يعني حتفرق معاها. طيب الاستيرويد بايندينج بروتين هنا ايش؟ هنا الهرمونات هذه ايش؟ هي لايبوفيلك، يعني هي استيرويد ما تذوب في الماء صح؟ هيدروفوبيك. هذه الفري ستيرويد مولكيول ار اونلي سبارنجلي سوليبل ان واتر، يعني كميه جدا بسيطه تقدر تذوب فيها في الماء. فايش حيصير بالبيولوجيكال فلويد اللي هي اغلبها اصلا مويه؟ حيكونوا موجودين بشكلين، يا اما حنلاقيهم كونجوجيتد وذ هيدروفيلك مايوتي، يعني شوارد ذائبه في الماء، اذا هي صار لها لينكج مع هذه الشوارد تصير ايش؟ تصير اكثر ذوبانيه في الماء، يعني تصير تقدر تذوب في الماء اكثر، وبالتالي تقدر تمشي في البلاد احسن، او مثلا بالبيولوجيكال فلويد زي ايش هذه الشوارد؟ السلفيت والجلوكارينويد، اوكي جلوكارينويد. طيب اما او يعني نلاقيها في البيولوجيكال فلويد باوند تو بروتينز، زي ايش؟ يعني تكون هذه الرابطه نون كوفالنت وريفرسيبل، يعني تقدر تتكسر هذه الرابطه. طيب في البلازما اذا ما كانوا كونجوجيتد، يعني كانوا ان كونجوجيتد ستيرويدز، غالبا حيكونوا باوند تو كارير بروتينز. ايش نوع هذه البروتينات؟ يا اما تكون للبلازما البومين، وهذا البلازما البومين يعني يكون باوند لاشياء كثيره، فهو نون سبيسيفيك، يعني هو مو بس مصنوع عشان السكس ستيرويد هرمونز. طيب هو يكون من 20-50% يعني اوف النسبة حقت الهرمونات المربوطة، وهو rather unspecific، يعني هو ما هو specific بس للسكس هرمونز. أما في عندنا بروتين ثاني اسمه sex hormone binding globulin، هذا specific، يعني هذا بس للسكس هرمونز. طيب وأحب أنوه أن هذا sex hormone binding globulin هو مختلف عن اللي أخذناه مع دكتورة منى اللي هو الأندروجين binding protein اللي أخذناه في الفيزيولوجي.
طيب ايش تأثير هذا الألبومين وايش تأثير هذا السكس هرمون بايندينج بروتين؟ هذه حتخلي نفس الهرمونات ما تقدر تذوب في الدهن. هي اصلا كيف تشتغل هذه الهرمونات؟ كيف تدخل للخلية؟ هذا هو السيل ممبرين. السيل ممبرين اصلا ايش؟ ليبيدز، صح؟ هذه الهرمونات تجي وتدخل فورا لانه هي ليبيد سوليبل، تقدر تدخل فورا من السيل ممبرين. تخيلوا لو انها هي صارت ووتر سوليبل، هي ما حتقدر تصير تدخل على السيل ممبرين بنفس السهولة. حتى مثلا لو كانت كونجوجيتد مع شيء ثاني كمان ما حتقدر تدخل انها صارت ووتر سوليبل. طيب فهذا الشيء يخليها inactive، يعني هذا الألبومين والسكس هرمون بايندينج جلوبيولين يخليها يعني inactive. طيب في جزء جدا جدا بسيط من هذه الهرمونات تصير يعني تكون فري، يعني ما تكون لا كونجوجيتد لا مع بروتينات ولا مع شيء ثاني. طيب هذه اللي فري هي البيولوجيكلي اكتف، لانه هي تقدر فورا تدخل يعني تسوي الاكشن، يعني هي دايركتلي افيبل فور اكشن. البريفرال ميتابوليزم فور سيركيوليتنج ستيرويدز، ايش يعني ميتابوليزم او بريفرال ميتابوليزم؟ يعني في تغييرات تصير للهرمونات لما تمشي في البلاد وتروح لاماكن. الحين احنا هنتكلم عن هذه التغيرات. طيب because steroids are lipophilic they diffuse easily through cell membrane زي ما قلنا قبل شوي. In these their target tissue steroids are concentrated by an uptake mechanism، يعني هي حتدخل يعني حترتبط بالانتراسيلولار بروتين، يعني هو يعني حتدخل كذا في السيل ممبرين. طيب حتكون كذا يعني في السيتوسول في النيوكلياس، حيكون في جوا الخلية في الريسبتور. احنا متعودين او يعني نعرف انه الريسبتور بعض الاحيان تكون برا الخلية على الغشاء، صح؟ بعدها يجي الشيء ويدخل في الريسبتور، بس هنا لا، هنا الريسبتور حقتها تكون جوا السل نفسها. طيب بالميل الاديبوس تيشيو حقته يكون في عندها اروماتيز اكتيفيتي، طيب يعني يكون في الاندروجين جالس يمشي يمشي في الدم، يروح عند الاديبوس تيشيو يصير يكون عنده اروماتيز اكتيفيتي. ايش يسوي الاروماتيز؟ يحول لنا الاندروجين لاستروجين، فبالتالي لما يكون في اروماتيز اكتيفيتي في الاديبوس تيشيو حيتحول الاندروجين لاستروجين، وبالتالي هذا يعتبر بيرفرال ميتابوليزم، يعني تغير شكل الاندروجين صار له ميتابوليزم في مكان ثاني اللي هو الاديبوس تيشيو. هو يعني يقول انه هو المين سورس اوف اندروجين درايفد استروجين بالسيركيوليشن حقه الميل. طيب موست اوف ذا بيرفرال ميتابوليزم وين تصير؟ في الليفر. يعني اغلب الميتابوليزم او التغييرات اللي حتصير للهرمونات حيصير لها وين؟ بالليفر، وشوي كمان منها حيصير في الكدني، which are the major sites of hormone inactivation. يعني هي ايش تسوي للهرمونات؟ تسوي لها inactivation و elimination or catabolism، يعني تكسرها وتطردها للهرمونات. طيب هنا نتذكر انه في الجي اي تي قلنا انه لما يصير في عنده liver failure او liver cirrhosis للميل حيصير ما في استروجين ميتابوليزم، يعني هو الليفر هو اللي يسوي ميتابوليزم ويعني يكسر الاستروجين، بس هنا ما حيصير في استروجين ميتابوليزم، وبالتالي ايش حيصير؟ حيصير عنده فيمينايزيشن، يعني حيصير عنده صفات انثويه، لانه يعني حيزيد في الدم بدون ما يصير بدون ما يتكسر. طيب هنا الان اكتيفيشن كان اكور ات فاريجس ستيجز اوف هرمون اكشن. طيب يعني هنا البريفرال ان اكتيفيشن بالليفر انزيم، صراحه هذه الجمله مو مره واضحه، بس يعني انه في الليفر هي اللي تصير الان اكتيفيشن. ان اكتيف هرمونز ار مينلي اليمينيتد، وين تروح هذه الان اكتيفيتد هرمون؟ حتروح لليورين. طيب حتكون كونجوجيتد، ليش حتكون كونجوجيتد؟ لانه هي اصلا اليورين يعني يطلع فيها الاشياء اللي تذوب في الماء، فعشان نقدر نطردها في اليورين لازم تكون كونجوجيتد ميتابولايتس، يعني تكسرات هذه الهرمونات. Usually steroids are eliminated once they have been inactivated. يعني في أشياء بعد ما يصير لها inactivation نرجع نستخدمها. يعني مثلاً لما نكسر الهيموغلوبين ونطلع منه الحديد نرجع نستخدم الحديد، صح؟ بس هنا لا، هنا أول ما إحنا ندخل يعني يصير لها inactivation وتكسر فوراً نطردها برا الجسم، يعني ما نسوي لها recycle. طيب this elimination اللي هو باليورينري اكسكريشن برودكت زي ما قلت لكم يحتاج انه يتحول لهايدروفيليك كومباوند، طيب ان اوردر عشان نقدر يخرج في هذا ويصير سوليبل. طيب هنا ديبندينج اون ذا ستراكشر، اند يعني عشان نقدر نخليه هايدروفيليك
لازم يعني حسب أي واحد من الهرمونات هو نسوي له عدة رياكشن أو واحد منهم، مثلا ممكن نسوي له ريدكشن، ممكن نسوي له أوكسيديشن، ممكن نسوي له هذه الأشياء كونجوجيشن أو فارثر هيدروكسيليشن at various position. طب هنا السكس هرمونز نتكلم عنها بالتفصيل، أول قلنا بس أسماء بس الحين حنتكلم عنها بالتفصيل. مثل أول واحد هو الاستروجينز، هذه عائلة من عوائل السكس هرمونز، تحتوي على ثلاثة أشكال. يعني الاستروجين ممكن لاقيها بثلاثة أشكال، يا أما استراديول أو الاسترون أو الاستريول. طيب الاستراديول هو برينسيبال أند موست بوتنت، يعني هو أكثر واحد موجود وأكثر واحد يشتغل، أكثر واحد يعني يسوي الشغل بشكل بوتنت. هنا بروديوست وين؟ وين يتكون هذا الاستراديول؟ بالأوفري. طيب يعني هنا يعتبر هذا موجود بالأوفري، يعني أوفري متى؟ يعني لما يصير فيه منسترال سايكل. طيب يعني هو يتكون بالمنسترال سايكل. الاسترون هو ويك أوفاريان استروجين بروديوست إن دي أوفري والأديبوس تيشيو، كونه بالأوفري يعني كمان زي ما قلنا بالمنسترال سايكل حقت الفيميل. أما بالأديبوس تيشيو إيش يعني؟ يعني انه هنا الأديبوس تيشيو هذه موجودة بس في الفيميل، لا موجودة بالميل وفي الفيميل، يعني انه هذا الأديبوس تيشيو هو زي ما قلنا اول يكون لنا الاسترون في الميل وكمان بكل الفيميل، يعني حتى اللي ما عندها منسترال سايكل اللي هو المينيبوز او يسموه في العربي سن اليأس، يعني السن اللي ما يكون فيه عنده الفيميل منسترال سايكل وقتها كمان حيكون عندها استرون، يعني هو السورس اوف الاستروجين في المرأة اللي عندها منوبوز. طيب استريول هذا degradation product of both، يعني لما احنا خلاص نتخلص من الاستراديول او الاسترون ينصنع لنا الاستريول، وين حينصنع؟ في الليفر زي ما قلنا انه اغلب الميتابوليزم اصلا وين يصير؟ في الليفر، وكمان ينصنع في البلاسينتا. يعني احنا لما نروح عند البريجننت وومن ونشوف الهرمونات السكس هرمونز اللي عندها حنلاقي عندها استريول. طيب الحين استروجينز سني، اول شيء نشوف هذه الصوره الاستراديول، نشوف انه هو موجود ب الومن اوف تشايلد بيرينج ايج، يعني اللي يكون عندها منسترال سايكل. هنا الاستريول زي ما قلنا هو الديجريجيشن برودكت اللي هو ايش؟ يكون عند كمان الحوامل. طيب اللي يكون كمان ينصنع بالبلاسينتا والليفر. الاسترون هذا يكون وين؟ يكون في يعني مثلا الأديبوس تيشيو هي اللي تصنعه، يعني يكون موجود بالميل وكمان بالفيميلز اللي عندهم منوبوز. طيب هنا الاستروجينز ار وان اوف ذا تو تايبس اوف فيميل سكس هرمونز اللي هي نفس الاستروجين والبروجستينز. طيب they are secreted mainly by the ovaries وسمولر amounts by the adrenal gland. الحين احنا اول اذا تتذكروا قلنا انه الادرينال جلاند توصل بس لين الدي اتش اي اي والاندروستينيديون، صح؟ يعني ما حتسوينا لا تستوستيرون ولا استروجينز، بس ايش يعني هذا الدي اتش اي اي والاندروستينيديون هذه حتفرز في الدم، صح؟ حتروح لين الاوفري، وفي الاوفري حتتحول لاستراديول او استروجين. طيب هذا هو المقصود بالموضوع انه كيف الادرينال جلاند تسوي استروجينز. طيب والادرينال جلاند اوكي قلناها، والتستس في الميل. هنا الاستراديول is most potent of the estrogen، يعني اكثر واحد يسوي شغله واكثر واحد كمان متوفر، عنده 18 كربونه، هو ستيرويد responsible for secondary sexual characters. طيب side of estrogen biosynthesis، وين يصنع الاستروجينز؟ حيصنع في الاوفري، وين؟ في الثيكسل زي ما قلنا تحت تأثير أي هرمون؟ تحت تأثير الـ LH هرمون. طيب with androgen synthesis and ends with conversion، يعني ببداية حيتحول يعني حيتسوي لنا الثيكسل أندروجين، وبعدها هذا الأندروجين وين حيروح؟ حيروح للجرانيولوزا سيل اللي فيها إيش؟ أروماتيز، عن طريق كمان الهرمون FSH زي ما قلنا SS. طيب ويسوي لنا الاستروجينز. اما في الميل جوناد اللي هي التستس، الاستروجين حيكون مصنوع في الليدك سيل والسيرتولي سيل والماتيور سبرماتوسايت، يعني حينصنع من ثلاثة اماكن.
طب هنا السكس سوري هنا الاستروجين والميتابوليزم، يعني هو الاستروجين هذا يسوي افكت الميتابوليزم حق الجسم بشكل عام. طيب كيف؟ هنا الدكتورة ركزت على هذه الفكرة اللي هي ان هو يزود الجود كوليسترول اللي هو HDL ويقلل ال LDL اللي هو الباد كوليسترول، وبالتالي المرأة يعني قبل المينيبوز يعني قبل سن اليأس يعني لما تكون لسه جالسة تصنع الاستراديول اللي هو المور بوتنت واللي هو يسوي تقريبا كل الشغل، تكون محمية من امراض القلب، لانه حيكون يعني عندها يعني يساعدها الاستروجين على حمايتها من امراض القلب. بعد ما يصير لها مينيبوز حيصير الاستراديول ما يتصنع، فبالتالي وقتها يعني حيصير تصير هي معرضة زيها زي المين لل امراض القلب. هنا الدكتورة ما يعني ذكرت شيء بهذا السلايد. طيب هنا البروجستينز هي يعني هي عائلة كمان من عوائل السكس هرمونز، واهم يعني نوع من انواعها او شكل من اشكالها هو البروجسترون اللي هو اللي حنتكلم عنه اليوم غالبا. Are the other type of female sex hormone، يعني هو الاول تايب كان الاستروجينز، هذا السكند تايب، وهو عندهم يعني named for their role in maintaining pregnancy، يعني هو يساعد على الحفاظ على الحمل، وبالتالي اسمه progestation، يعني هو جاي اسمه من الحمل، gestation يعني حمل. طيب الاستروجينز and progestins are secreted psychically during menstruation، يعني during menstruation هما الاثنين حيصير لهم secretion during the menstrual cycle، حيصير في rupture لل ovarian follicle، وبالتالي حيكون عندنا الكوربس ليوتيوم اللي هو الجسم الأصفر. هذا الجسم الأصفر حيسوي البروجسترون. طيب which renders the uterine lining receptive to implantation of a fertilized ovum، يعني هو يجهز الاندومتريوم عشان الامبلانتيشن. تتذكروا لما تجي الاوفا وتروح لل يوتراين كافيتي ويصير لها امبلانتيشن تدخل جوه الاندومتريوم، الاندومتريوم لازم قبلها يصير له ثيكنينج. طيب هذا الثيكنينج يصير يعني يساعد في البروجسترون. طيب هذا ايش لو صار المنسترال سايكل، يعني هنا ما صار فلترلايزيشن، بس لو صار فلترلايزيشن اللي يكون البروجسترون ما حيكون الكوربس ليوتيوم، حيكون البلاسينتا، يعني حيكون الكوربس ليوتيوم في اول 3-4 شهور، بس بعد ما تتكون البلاسينتا حتصير هي اللي تكون البروجسترون، هو حيكون المين سورس اوف بروجسترون. without this hormone يعني بدون البروجسترون البريجننسي حيصير له تيرمينيشن، يعني حيصير اجهاض. as pregnancy progress يعني اول يعني كل ما يكمل الحمل كل ما حيزيد افراز البروجسترون، فهذا الشيء كونه جالس ينفرز بشكل اكبر واكبر واكبر هذا حيمنع الاوفيوليشن، وبالتالي حيمنع انه يصير فيه فلترلايزيشن مره ثانيه، ويمنع انه يصير فيه حملين على بعض. طيب البروجستين سينثيسيس زي قلنا عليه يعني تكلمنا عليه اول، انه هو يتكون من البريجنينولون اللي جاي من وين، جاي من الكوليسترول. ايش هو الشيء اللي نسوي له اياه؟ حنصير حنحط عليه الانزيم اللي هو 3 بيتا اتش اس دي اللي هو دي هيدروجينيز. طيب ان ذا كوربس ليوتيوم يعني يعني هذا الانزيم حيشتغل بالكوربس ليوتيوم. طيب والبلاسينتا يعني حيتحول من البريجنينولون لبروجستين بروجسترون بهذا الانزيم، يا اما بالكوربس ليوتيوم او في البلاسينتا دورينج بريجننسي. as well as the adrenals يعني حتى الادرينالز تحول يعني تكون في خطوة من خطواتها يعني تحول لي بروجسترون. يعني هي الادرينالز تكون اندروجين، بس الاندروجين عشان تتكون يعني يتكون البروجسترون. طيب وكمان الادرينالز تكون مينرال كورتيكويد، هذا المينرال كورتيكويد كمان يحتاج البروجسترون عشان يتكون. طيب يعني هو بس مجرد كذا خطوة بالوسط. In this action its action of sorry its action are primarily mediated by an intracellular progesterone receptor، يعني هو يدخل ويلاقي فيه ريسبتور جوا الخلية، وهذا الريسبتور رقم يعني عدده حيزيد متى؟ لما يكون فيه استروجين، يعني لما يكون فيه استروجين حتزيد حساسية الريسبتورز للبروجسترون اللي هو البروجسترون. هنا نتكلم عن السينثيسيس، هنا الكوليسترول حيتحول لبريجنينولون، هنا البريجنينولون وبعدين البريجنينولون حيتحول لبروجستينز،
هذا البروجستينز حيتكون، يعني حيكون زي خطوة في النص عشان نكون الاندروجينز. طيب هنا هو سي، انا عنده 21 كربونة، مين فانكشن زي ما قلنا مينتينس اوف بريجنسي، يتكون من الكوليسترول، اذا ما كان في بريجنسي حيكون بالكوربس ليتيوم، اذا كان في بريجنسي بالبلاسنتا، بالميل حيتكون بالادرينال كورتكس والتستس. طيب هنا البروجستينز انكلود ذا ناتشرالي اكورينج هرمون، يعني هنا الانواع حقتها او الفورم حقت البروجستينز اللي هو البروجسترون، في مليون الف نوع بس يعني الدكتوره بس ركزت على البروجسترون. طيب هنا الاندروجينز، الاندروجينز ار ذا ميل سكس هرمون، والبرنسبل اندروجين يعني اهم واحد واكثر واحد موجود هو التستوستيرون، هو بروديوست برايمرلي باي ذا تستس، يعني اكثر شيء يعني يكونه هو التستس، وليزر اماونت باي ذا ادرينال كورتكس وبالاوفريز بالومن. الادرينال اندروجينز هذه هي يعني 5% يعني تكون، اللي هي يعني هي اندروجينز بس انه هي بنسبه قليله جدا، اقل من التستوستيرون، اللي هو الدي اتش اي اي زي ما قلنا في اول محاضره، والاندروستينيديون. هذولا بروديوست بالزونا ريتيكولاريس والزونا فاسيكولاتا. هذه زي ما قلنا انه الادرينال جلاند عندها كورتكس وعندها ميديولا. الكورتكس فيها ثلاث طبقات. طيب الطبقه الداخليه هي الزونا ريتيكولا، والطبقه اللي في الوسط هي الطبقه اللي في الوسط هي الفاسيكولاتا. الطبقه اللي هذا اتوقع اسمها، نسيت ايش اسمها، المهم بس انه هنا الزونا ريتيكولاتا والزونا فاسيكولاتا هي اللي تكون هذا الدي اتش اي اي والاندروستينيديون زي ما قلنا اول كمان. هنا التستوستيرون سينثيسيس بروديوسد وين، وين يتكون زي ما قلنا بكل مكان، هو بالليدكسل which are found يعني في الانترستيشيوم بين السيمينيفرس تيوبولز. بالليدكسل ال LH حيبدا صنع البريجنينولون، يعني اتذكروا احنا قلنا ال LH حيزيد الستار، والستار هذا حيودي الكوليسترول للإنر ميتوكوندريا الممبرين، وقتها حي يعني حيتحول لي برجنينولون. هذا البرجنينولون حنحوله عبر كم خطوة ل DHEA اللي هو حيجي بالإنزيم لياس. طيب هذا اللي قلنا عليه فوق، دقيقة هنا، هنا مو قلنا إنه في لياس، هذا هو نفسه، هو 17-20 لياس. طيب يعني يتكون الـ DHEA. اوكي التستوستيرون is converted to بعدين بعد ما يعني يروح للتشيو target تشيو حيستحول لـ dihydrotestosterone. هذا ايش؟ هذا تستوستيرون اقوى. طيب يعني يكون more potent. هو 5 alpha reductase، هذا الانزيم اللي حوله اخذناه في الباثولوجي، هذا الانزيم حيحول التستوستيرون لداي هيدروتستوستيرون. هذا الداي هيدروتستوستيرون هو يكون نسبة جدا بسيطة، بس مع ذلك يشتغل أحسن من التستوستيرون العادي، يعني هو ممكن 10% بس مع ذلك يشتغل أكثر من 90% التستوستيرون الثاني. أوكي هنا in the circulation testosterone is present as the free or يعني هو التستوستيرون اللي يكون فري، ما هو باوند تو بروتين ولا كونجوجيتد، هو اللي يكون البيولوجيكلي اكتف، هو فيري سمول اماونت يعني مره قليل، يعني 1 أو 2%. هنا الكونجوجيتد تستوستيرون 98-99%، وهو باوند تو يعني ستيرويد هرمون بايندينج جلوبولين او تو كورتيزول بايندينج جلوبولين اور نرس سبيسيفيكلي تو البومين، زي ما قلنا اول هو بيولوجيكلي ان اكتف لانه ما حيقدر يدخل في السيل ممبرين ولا حيقدر يسوي الاكشن حقه كويس. طيب هنا الميتابوليزم حق التستوستيرون، اول شيء حينتقل في الدم ل يعني حينتقل بالدم كيف؟ بالجونادال ستيرويد بايندينج بروتين او البومين. طيب بعدين حيروح للليفر، حيصير له ميتابوليزم باي هذا الانزيم سايتوكروم بي 450، زي ما قلنا هي عائله، هذا النوع ايش هو السايتوكروم. طيب which perform beta hydroxylation of testosterone، هنا في فراغ، to produce 16 beta hydroxyl testosterone. طيب هذا هو خاص اللي حينطرد. طيب بعدين حيصير له degradation عن طريق انه يعني يعطوه يعني يخلوا يصير له conjugation، يعني يصير
هيدروفيلك وبالتالي حيصير له اكسكريشن في اليورين في البايل. طب هنا الاندروجينز كيف ايش هي الاندروجين اللي موجوده في الومن او من وين تجي هذه الاندروجين؟ اغلبها او نصها حيكون بالاوفريز ونصها الثاني من الادرينال جلاندز. طيب والانزيمز انفولفد ان ستيريوجينيسيس يعني هي نفسها تقريبا اللي في الاوفري في الادرينال جلاند. الاندروستينيديون هو يتكون في الاوفريز والادرينالز، هو يعني غالبا ينصنع منه اغلب التستوستيرون الموجود في الومن. طيب اما الدي اتش اي اس والدي اتش اي اي ذول يكونوا تستوستيرون بس اقل من اللي تكون من الاندروستينيديون، يعني اغلب التستوستيرون في البلاد حق الومن يعني يكون جاي من وين؟ جاي من الاندروستينيديون وجزء بسيط منه جاي من ذول. طيب والدي اتش اي اي اس والدي اتش اي اي يكونوا من الادرينالز، اما الاندروستينيديون من الاوفري والادرينال. اوكي هنا الميكانيزم اوف اكشن هذه تقريبا اصلا قلناها بالكلام يعني خلال المحاضره، انه هنا ايش؟ هنا الهرمون ديفيوز ثرو سيل ممبرين لانهم ليبيد سوليبل، حيدخلوا للسيل ممبرين بالتارجت سيل، مثلا هم بيبغوا يشتغلوا على يعني مثلا سبرماتوسايت مثلا، حيدخلوا للتارجت سيل وحيكون في عندهم سبيسيفيك انتراسيلولار ريسبتور. يعني هنا شوفوا هذا هو الستيرويد ريسبتور، هم كذا دخلوا وشافوا هذا الستيرويد ريسبتور وارتبطوا فيه. طيب وهذا هذا حيكون كومبلكس اسمه ايش؟ هرمون ريسبتور كومبلكس. يعني شايفين هذه هي الهرمون ريسبتور كومبلكس. هذا الهرمون ريسبتور كومبلكس حتدخل للنيوكليوس وتروح لعند الدي ان اي. طيب حيكون كذا في يعني الدي ان اي هو مكون من عدة اجزاء، في جزء من هذا الدي ان اي اسمه هرمون ريسبونس إليمنت، حيرتبط هذا الكومبلكس بالهرمون ريسبتور ريسبونس إليمنت. طيب هنا بس بقول شيء انه هنا ممكن الريسبتور هذا يكون هنا في السيتوبلازم او ممكن يكون في النيوكليوس مباشره، يعني يدخل هنا الهرمون ويرتبط في النيوكليوس وبعدين يعني يدخل يعني يروح للدي ان اي وياثر عليه. وين في الدي ان اي؟ في الهرمون ريسبونس إليمنت او اتش ار اي. طيب هذا ال HRE is a sequence of DNA that has been identified and sequenced for more steroid hormone. يعني هو مكان مصنع يعني يدخل يعني يأثروا عليه ال steroid hormones. بعد ما يأثروا عليه إيش حيصير؟ حيصير له stimulation of transcription of specific genes protein. يعني يكون بروتينات معينة وبالتالي حيتغير cellular metabolism. يعني مثلا هو يقول لها صنع مثلا بروتين A، هذا البروتين A مثلا حيسوي hair، عرفتي؟ يعني هو اللي حيسوي يعني تغيير السيلر ميتابوليزم، هو اللي مثلا حيسوي الاكشن حق الهرمون. طب هنا الميكانيزم اوف اكشن، هذه الخطوات صراحه جدا غريبه مختلفه عن الخطوات اللي فوق، بس اهم شيء تفهم الخطوات اللي هنا كتبتها انا وبس. وبالتوفيق، انا اغلب الاشياء اللي قلتها اصلا الدكتوره ما قالتها، وفي كثير اشياء شرحتها الدكتوره ما قالتها، وممكن اصلا ما تكون مطلوبه منا، بس انه يعني عشان الافضل عشان نفهم كل شيء وتكون الصوره كذا كلها واضحه لنا حبيت اني اشرحها لكم. وانه كمان هذه الاشياء او الستبس اوف سينثيسيس تقريبا نفسها موجوده يعني في الاندوكراين حتكون بالادرينال جلاند، فقلت انه يعني نفهمها من الان ممكن تسهل علينا بعدين. وبالتوفيق للجميع ودعواتكم.